الرئيس السيسي يتابع أعمال اللجنة الوزارية العليا لاستضافة كوب 27 ويوجه بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية. مجلس الوزراء يعلن تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكرانيين لدول الجوار الأوكراني، والدولات تتحمل تكلفة الرحلات. أوكرانيا تعلن انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات الاثنين المقبل، وموسكو تتوعد بإجراءات قاسية ضد لندن بسبب العقوبات. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانة مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد لاستضافة مصر للقمة، حيث وجه أيضا بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ومواصلة الجهات المعنية المختلفة بتعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة أو على مستوى الشق الفني والموضوعي أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة. وقد عرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها، وكذا التنسيق الجاري في هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة. كما تم عرض مستجدات التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين، لا سيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية، فضلا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحشد التمويل، إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر، فضلا عن الاستعداد الجاري بمدينة شرم الشيخ لا سيما في الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة، كذا جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بعد التحية، جهود مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لاستعدادات استضافة مصر لقمة كوب 27، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
نتكلم عن حدث عالمي مهم، وهو استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ في شرم الشيخ أواخر هذا العام. هذا الحدث هو حدث مرتبط بقضية التغيرات المناخية، وهي القضية التي أثرت بشكل كبير جدا على كافة الدول، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول النامية، ولعل حتى المواطن البسيط يرى أن المناخ قد تغير بصورة متسارعة، وأن التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ على كافة مناحي الحياة وخاصة الأنشطة المرتبطة بالمناخ مثل الأنشطة الزراعية هي أكثر الأنشطة تأثرا بهذه القضية. مصر فازت باستضافة هذا المؤتمر ليس بمجرد فقط التقدم، ولكن كان لمصر ملف قوي تم التقدم به حتى على مستوى الإجراءات التي قامت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. هي إجراءات تصب في المقام الأول للتخفيف من تداعيات تغير المناخ على كافة المستويات، سواء على مستوى إعادة تأهيل البنية التحتية في مصر، الطرق والمحاور، وحتى الطاقة نفسها تعهدت مصر أن تكون الطاقة النظيفة في مصر بحلول 2030 حوالي 50%، ما يقارب 50% من طاقتها ستكون طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات، ودي نقطة مهمة قوي. بالإضافة لذلك أن كل المشروعات الممولة من الخزانة العامة ستكون بحلول 2030 100% من هذه المشروعات هي مشروعات خضراء. كلمة خضراء تعني أنها قليلة الانبعاثات أو عديمة الانبعاثات. نعم. حتى في ظل أن مصر لا تساهم في غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، مصر لا تساهم بأكثر من 0.5%، في حين أن الصين تساهم ب28%، الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والهند يساهموا ب10% لكل منهم. بالتالي مصر تقدم نموذج فريد في أنها دولة نامية لا تساهم في غازات الاحتباس الحراري، ورغم ذلك إجراءاتها على الأرض، وهي إجراءات مكلفة بالمناسبة طبعا. يعني عندما تقوم مصر بإنشاء محطة لمعالجة المياه بحثا عن مصدر بديل للمياه تكلفت المليارات، وهذا الإجراء هو إجراء موجه في المقام الأول لأن تغير المناخ سينتج عنه ضغط على موارد المياه، فمصر تقوم بإجراءات استباقية. لذلك ولأسباب كثيرة تم اختيار مصر لتمثيل قارة أفريقيا، مع أنها ستمثل العالم كله، الدولة المستضيفة تمثل كل العالم وليست فقط القارة التي تمثلها في الاختيار. طيب دكتور محمد، في رأيك ما هي الإضافة التي ستحظى بها مصر باستضافة قمة عالمية للمناخ بهذا الحجم؟ الإضافة الأولى من الناحية الشكلية، من الناحية السياسية، أن هذا المؤتمر مؤتمر ضخم يشارك فيه أكثر من 190 دولة، معظم هذه الدول تكون المشاركة على مستوى الرؤساء، فده يعتبر أكبر حدث يساهم فيه رؤساء الدول. ده البند الأول. البند الثاني أن مصر دولة تدافع عن مصالح الدول النامية. في معظم الأحيان الدول التي تستضيف مؤتمرات الأطراف هي دول في الغالب متقدمة، بالتالي تدافع عن مصالح الدول المتقدمة، لأن الدول المتقدمة هي السبب في ظهور ظاهرة تغير المناخ بسبب مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري. فستكون مصر في هذه الحالة مدافع قوي عن مصالح أفريقيا بالتحديد ومصالح الدول النامية بصفة عامة، لأنها هي الدول المتأثرة بتغير المناخ ولا تؤثر فيه. نعم، إن شاء الله ننتظر مؤتمر ناجح. الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضرورة تبادل الرؤى وتكثيف الجهود بين برلمانات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي لتحقيق غايات شعوبها. جاء ذلك في كلمته بختام فعاليات مؤتمر الرابطة، حيث أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية التضامن العربي الأفريقي في ظل جائحة كورونا كمحور أول،
مشيرا إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء في القارة والدول العربية لمواجهة هذه الجائحة. كما أشار عبد الرازق إلى أن مصر كانت سباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة، ودشنت اتفاقات وبروتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، فضلا عن تعزيز الحقوق السياسية للمرأة. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأثنى مدبولي على الجهد الملحوظ للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذين يتلقون شكاوى المواطنين ويحرصون على سرعة التواصل مع المسؤولين من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للشكاوى. هذا وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 84,000 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى فحص ودراسة ومراجعة 81,500 شكوى وطلب وتوجيه أكثر من 61,000 شكوى منها لجهات الاختصاص وحفظ نحو 20,000 شكوى وفقا لضوابط الفحص والمراجعة، فيما يجرى استكمال فحص نحو 2,500 شكوى وطلب تمهيدا للتخاذي ما يلزم بشأنها. وقع مدير المعهد الفني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ونص البروتوكول على التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب والتأهيل العلمي للدارسين. وعقب مراسم توقيع البروتوكول عقد مؤتمر لتناول رؤية ورسالة المعهد الفني للقوات المسلحة وأهدافه وتخصصاته المختلفة ومحاور تطوير عناصر العملية التعليمية من خلال عرض تقديمي يبرز مدى المساهمة الفعالة للمعهد بما يخدم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة. قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي، جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلاب جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جاهزية والاستعداد بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والوزارات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة، وكذلك تنظيم 12 زيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 29,023 قضية تمونية متنوعة، إضافة إلى ضبط 5,324 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة
بمضبوطات 28,458 أرجيلة، وغلق 21,889 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 241,568 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42,372 قضية تموينية متنوعة، من بينها 761 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 36,983 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 161 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,982,807 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 393 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 154,155 طن، وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت 63 طن و260 كيلو. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 811,961 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 15,900 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 757 سائق منهم. كما تم المرور على 941 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2040 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات. كما تم فحص 927 مركبة، تبين مخالفة 35 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 2539 سيارة و233 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 79,585 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363,430 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 298,455,480 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1004 قضية، من بينها 539 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8,092 وحدة فنية. كما تم ضبط 465 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 96,610 مطبوعة تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 128 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 597,469,713 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9,347 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 15,500,564,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة
39,494,149 جنيها. لأول مرة في التاريخ بدأ مجلس الدولة تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاء، بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة. حدث استثنائي وفريد من نوعه، لأول مرة في مصر 98 قاضية على منصة القضاء في أول تطبيق فعلي لجلوسهن وسط تشكيل القضاء كمفوضين للدولة ورؤساء للجلسات. النهاردة أكيد يوم تاريخي بلا شك، يعني أنه هو هيكتب في التاريخ أن يوم 5 مارس جلست القاضية المصرية على منصة القضاء في مجلس الدولة. صحيح القاضيات المصريات صدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، ولكن خلال الفترة من أكتوبر الماضي حتى اليوم كانوا هم بعد توزيعهم على العمل كانوا في برنامج تدريبي مكثف للتعرف على أجواء وآليات وأدوات ومهارات العمل القضائي في مجلس الدولة. ويتضمن عمل القاضيات حضورهن لتشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية ورئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة، والتي عن طريقها يتحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة. أنا أكيد ينتابني شعور بالفخر طبعا، الخطوة دي خطوة كبيرة جدا، وكل فخر أن أنا كنت من ضمن القاضيات اللي عينت وحظيت بشرف أنها تعين مؤخرا في مجلس الدولة، وأكيد خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة. ولا يسعني في هذا المقام سوى أني أتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على تمكين المرأة من الجلوس كقاضية في مجلس الدولة. حاليا المرأة بيتم تمثيلها في جميع المجالات يعني، وكمان بدعم السيد الرئيس السيسي وتوصياته دايما أن المرأة بتكون مشاركة في جميع المجالات، والمرأة أثبتت أنها جديرة بأن تتولى جميع المناصب سواء مناصب قضائية أو غير قضائية في مصر. ظهور على منصة القضاء النهاردة ده تشريف وتكليف، طبعا تكليف كبير جدا جدا لينا ومسؤولية كبيرة، ربنا يعيننا أن احنا نكون قدها، وأن احنا إن شاء الله يعني ربنا يستخدمنا في إحقاق الحق، وأنه يعني إن شاء الله يكون يعني الموضوع مكلل بالنجاح بإذن الله الجهود بتاعتنا. وهو تشريف طبعا كبير لينا من ربنا أولا، ثم من معالي السيد المستشار محمد بيه حسام، ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. القاضيات كنا قد اجتزنا دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسات، بالإضافة للإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي وقضايا أخرى متنوعة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري. وخلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة أشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعادا إضافية، خاصة وأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي أيضا في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل. أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه رعاية ممكنة لرعاية الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح مجلس الوزراء أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين
سكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق المقيمين فيها، وتم تحمل تكلفة الإقامة. وأضاف المجلس أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وإير كايرو لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني، على أن تتحمل الدولة تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدة الإقامة. كما أعلن مجلس الوزراء أنه حتى الآن تم نقل نحو 4000 سائح أوكراني، كما يتم اتباعا لاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران. عادت إلى أرض الوطن قادمة من بولندا طائرة شركة إير كايرو، وعلى متنهما الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. وأفادت سفارة مصر في بودابست بأنه تقرر إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر. قالت السفارة المصرية في بوخارست إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وبالإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا، وذلك بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، فقد تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلى أرض الوطن. أضافت السفارة في هذا الإطار أنه من المقرر أن تصل الطائرة إلى بوخارست خلال اليومين القادمين، وأنه سوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا. ودعت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم، بحيث تقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفرها للمندوب عنها. وناشدت السفارة المصرية في بوخارست الطلاب الذين قاموا بحجز تذاكر سفر للعودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الخاصة الإبقاء على حجوزاتهم، وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم ممن لم يستطيعوا تدبير نفقات العودة إلى أرض الوطن. قال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا على حسابه الخاص على فيسبوك إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان يوم الاثنين ثالث جولة من المحادثات بهدف وقف العملية العسكرية. كان الطرفان قد اتفقا الخميس الماضي على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، على الرغم من حدوث تأخيرات في تنفيذ هذا الاتفاق. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب. وأضاف الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تعد دفاعا على الناطقين بالروسية شرقي أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية. بخصوص أيضا الآن ما فرض من حظر وإغلاق الأجواء في أمام روسيا، فهذا الأمر بالفعل معقد الآن بالنسبة للجميع، ونحن سوف ندرس أيضا ردة الفعل، وأيضا يجب أن يكون هناك حظر أيضا فوق أوكرانيا. من هذه الثانية سوف نفكر بكيفية الرد بغض النظر من أين هذه الأشخاص وهذه الكائنات وهذه المؤسسات ولمن تتبع، لن تفرق معنا هذه الأمور، سوف نتخذ قرارات سيادية دون النظر إلى من يتبع. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا. أضاف الرئيس الروسي أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها هناك. مرة أخرى أكرر، لن نريد تجنيد الشبان الروس ولن نستدعيهم للمشاركة في هذه العملية العسكرية، وأنا أنطلق من أن جيشنا قادر أن يحل هذه الأمور بذاته دون استدعائي، وأنا لا أشكك لثانية واحدة بنجاح عمليتنا العسكرية. هي هذه العملية تجري ضمن خارطة الطريق بحذافيرها كما وضعت منذ البداية.
بما يخص المتطوعين ومن يريد أن يخدم، نحن بلا شك نشكرهم على هذا الشعور الوطني. أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استمرار قوة بلاده في القتال والدفاع عن أوكرانيا. شدد زيلينسكي في فيديو مصور له على أن القوات الأوكرانية قد كبدت القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأضاف أن كييف تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى إجراء محادثات مع نظيريه الفرنسي والبولندي بشأن المساعدات الغربية لأوكرانيا. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية البولنديين في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف من اللاجئين. وأشاد بلينكن ببولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لموقفها من الإجراءات الروسية، مشيرا إلى أن بولندا فعلت الكثير لتسهيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا. كان بلينكن قد وصل إلى بولندا قادما من بروكسل، حيث اجتمع مع وزراء الخارجية في حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية. بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم أسلحة للحكومة الأوكرانية وقضايا العقوبات وعزل روسيا. ودعا وزير الخارجية الأوكراني المجتمع الدولي لضمان أمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. من جانبها أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة الولايات المتحدة الضغط على روسيا لوقف هجومها على أوكرانيا. كان بلينكن قد تفقد وضع اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية الفارين من جراء الهجوم الروسي. توعدت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات مماثلة على المصالح البريطانية في موسكو ردا على حزمة العقوبات التي فرضتها لندن على خلفية الأزمة الأوكرانية. أشارت الخارجية الروسية إلى أن بريطانيا تنتهج بذلك فتح مواجهة مباشرة مع روسيا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي أن الجانب الأوكراني يبحث عن ذرائع لتأخير المفاوضات مع روسيا، موضحا أن هناك استفزازات أوكرانية لإقحام حلف شمال الأطلنطي في المواجهة مع روسيا، معربا عن تعليق الآمال على الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة على أوكرانيا. شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن العالم يتصرف بشكل موحد لرفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والرد على موسكو، بما يؤكد أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الفشل في توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مدينتين تحاصرهما القوات الروسية في اليوم العاشر من العملية العسكرية، والتي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ عقود. وأدت تلك العملية إلى فرار قرابة 1.5 مليون لاجئ غربا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن وحدات منها فتحت ممرات إنسانية بالقرب من مدينتي ماريوبول وفلونوفاغا اللتين تطوقهما القوات الروسية.
تقع مدينة ماريوبول على الساحل الجنوبي الشرقي لأوكرانيا وتضم نحو 450 ألف نسمة، وتعد آخر مدينة رئيسية تحت سيطرة كييف على ساحل بحر أزوف. كما تعتبر ميناء استراتيجي في مجال تصدير الحبوب والصلب المنتج في شرق البلاد. حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من تفاقم أزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن 1.5 مليون لاجئ ربما غادروا أوكرانيا بنهاية هذا الأسبوع. وشدد غراندي على أهمية الحفاظ على الممرات الإنسانية شرقي أوكرانيا، معربا عن قلقه من أن العدد قد يرتفع في نهاية الأزمة إلى 4 ملايين لاجئ. وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإعلان السابق عن طريقين للإجلاء في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل مساعدات إلى المنطقة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفلون فاخا في أوكرانيا اليوم بسبب الصراع الدائر هناك. ذكرت اللجنة في بيان لها أن المحادثات متواصلة مع الأطراف المعنية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من مدن مختلفة متضررة من النزاع. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن ترحيبها بأي مبادرة من الأطراف لحماية المدنيين من العنف والسماح لهم بالمغادرة طوعية إلى مناطق أكثر أمناً. قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تقدم أوكرانيا طلبا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع. أضاف الصندوق في بيان له إن الحرب في أوكرانيا قد أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، لافتا إلى أنه في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد العالمي. تتخطى تداعيات الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نطاق المواجهات العسكرية إلى نطاقات أخرى أبرزها الاقتصاد. وتبرز سلاسل الإمداد من بين أهم المجالات الاقتصادية المتأثرة بسبب إغلاق العديد من المصانع وعدم الاستقرار الأمني الذي انعكس على أسعار الشحن وتكاليف التأمين. بينما ينشغل العالم بالعملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، تظهر تداعيات أخرى على الطاولة لتمثل تحديات إضافية انعكست في أزمة سلاسل الإمداد عالمية. جميع الشركات الصناعية العاملة في أوكرانيا أوقفت الإنتاج، بل وأقدم البعض منها على إغلاق المصانع، بما يضيف المزيد من العراقيل أمام سلاسل الإمداد الضعيفة بالفعل بسبب موجات تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر والعجز المتكرر في المكونات الرئيسية مثل الرقاقات الدقيقة. الأزمة الأوكرانية تؤثر أيضاً على عمليات نقل البضائع من الصين إلى أوروبا، حيث تمر السفن عبر هذه المنطقة في ظل ارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين على إثر تصنيف مناطق مثل البحر الأسود وبحر آزوف مناطق مرتفعة الخطورة، مما يؤدي إلى رفع أقساط التأمين المطلوبة لشحن البضائع أو نقلها عبر هذه المياه واعتماد الشركات بصورة أكبر على نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية. إلى جانب سلاسل الإمداد،
الجديد سيترتب على الأزمة عواقب على قطاع السيارات العالمي أيضا، ذلك أن روسيا تمثل أحد أكبر منتجي المواد الخام الداخلة في صناعة المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبترول والديزل، كما تعد روسيا ثالث أكبر مورد في العالم للنيكل المستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم، إلى جانب توفيرها 40% من البلاديوم المطلوب للمحولات الحفازة، في حين يأتي 90% من لوازم النيون المطلوب لصناعة أشباه الموصلات من أوكرانيا، بحسب وكالة فيتش التي أكدت أن حدوث أي اضطرابات في إمدادات هذه المواد الخام ستكون له تأثيرات وخيمة على شركات صناعة السيارات حول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. Die Ukraine zu verlassen, to offer the continued support of the UK. Ukraine is free and independent. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس التونسي يؤكد حرصه على احترام القانون والحريات ويشدد على أنه لا مجال للتطاول على الدولة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية. وخلال لقائه رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بقصر قرطاج، أكد قيس سعيد حرصه الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، موضحا أنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر من عام 2020. في هذا الإطار ناشد أبو الغيط جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقا لرغبة الناخبين الليبيين. هذا وقد أكد أبو الغيط استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات الخيرية لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ 1000
مجتمع. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. وقالت نيفين القباج إن الوزارة تنفذ تكليفات الرئيس السيسي بدعم برنامج تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية، كما تعزز من شراكتها مع المجتمع المدني والمتبرعين من المجتمعات المحلية والهيئات الدولية باتخاذ اللازم نحو المساهمة في إقامة وتأثيث المدارس المجتمعية. تواصل القوافل الطبية المجانية أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي بالمجان على أهالي وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بجامعة جنوب سيناء. يأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا. وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية، كما تضم عيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء. وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوص الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان. وفي المنيا قام المحافظ أسامة القاضي بتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز العدوى. وأوضح المحافظ أنه يجرى العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية وبما يحقق رضا المواطن. نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي حلقة نقاشية بشأن ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي. جاء ذلك بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وقال شعيب إن محافظة مطروح تمثل تنوعاً بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانات تنموية هائلة في كافة المجالات، خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلى أن ذلك جعلها تقع في المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط والتي تعرف بالحزام المطير. النهارده كان الموضوع بيناقش يعني ازاي ان احنا نطلع بقانون او مشروع قانون لحمايه واداره الارض الخاصه بالرعي في محافظه مطروح في الساحل الشمالي، وتكون ان شاء الله دي مقدمه باذن الله تعالى او بدايه ان احنا يكون عندنا قانون خاص بالمراعي في مصر. كانت النهارده كانت مناقشه فعاله كويسه جدا، وبدناها من المستفيد الأصلي وهو الراعي والرعاة والمزارعين والجمعيات التعاونية والزراعية والمنظمات المجتمع المدني، الكل شارك في هذه النهضة في هذه الندوة. والآن جاء الموعد مع الأنباء الاقتصادية نتابعها مع آية كفوري. إليك آية. شكرا ريهام، شكرا ياسر، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري. وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية للبنك ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم. وأثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك لرفع كفاءة وتنافسية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية العربية. جاء ذلك خلال لقاء مع مدير عام المنظمة عادل الصقر لاستعراض دور المنظمة في تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية، حيث لفتت الوزيرة إلى دور المنظمة الهام في توحيد المواصفات العربية بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية. ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق خطة المواطن يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة. وخلال استعراضها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 2021-2022، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بالخطة تبلغ 5 مليارات و400 مليون جنيه. وفي أسواق المعادن النفيسة قفز سعر البلاديوم متجاوزا 3000 دولار للأوقية مع تناول المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا المصدر الرئيسي للمعدن المستخدم في صناعة السيارات، كما قفز الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى ما يقرب من 1965 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام عيار 18 نحو 743 جنيها، ولمس عيار 21 السعر اليوم إلى 866 جنيها، في حين وصل عيار 24 السعر اليوم إلى 990 جنيها، وسجل الجنيه الذهب أخيرا سعره وصل إلى 6928 جنيها. أما عن أسواق النفط فقد ارتفعت أسعار النفط الخام مع زيادة المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية، وقفز سعر خام برنت بنسبة 6.9% ووصل السعر اليوم إلى 118 دولارا و11 سنتا للبرميل. أيضا قفز الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 47% ووصل السعر اليوم إلى 115 دولارا و68 سنتا للبرميل. قال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده حددت النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5%، وهو أقل من العام السابق. وأكد في تقرير العمل السنوي للحكومة أن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي، متجاوزا المعدل المستهدف والذي يزيد عن 6%. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن أسعار الغذاء على مستوى العالم قد سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، وقفزت بنسبة 20.7% على أساس سنوي. وأسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم العالمي مع تعافي الاقتصادات من أزمة كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات. قالت شركة مشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا إن شركة غاز بروم الروسية للغاز تواصل شحن الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109 ملايين و50 ألف متر مكعب يوميا. وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي صادرات الطاقة. وتعتمد أوروبا على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ريهام الديب ويسر عبد الستار إليكم. شكرا آية. عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ بني سويف محمد هاني لقاء بالأئمة والدعاة بالمحافظة على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي مارس 2022. شهد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف استلام 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجا. كما قام محافظ بني سويف ووزير الأوقاف بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية
الإدارية الخاصة بالوزير، والتي تم وضعها ضمن قائمة الأعلام والرموز من أبناء بني سويف بممشى العظماء كأحد المكونات البارزة بكورنيش النيل السفلي، وذلك خلال الجولة التي اصطحب خلالها المحافظ وزير الأوقاف لتفقد كورنيش النيل والممشى السياحي. والآن جاء موعد هذه الطائفة من الأخبار الرياضية. مرة أخرى نعود إلى آية كفوري، إليك آية. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتابع أخبار الرياضة. يخوض النادي الأهلي الآن مباراة مؤجلة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع نادي المريخ السوداني ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال. يدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني بأربع نقاط خلف سان داونز المتصدر بسبع نقاط من ثلاث مباريات. وفي الدوري الألماني خرج باير ليفركوزن بنقطة ثمينة من ملعب أليانز أرينا بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة 1-1. وفي إطار منافسة الجولة 25 من الدوري، الفريق البافاري تقدم بهدف عن طريق مدافع نيكلاس سولي في الدقيقة 18 قبل أن يسجل توماس مولر هدف تعادل ليفركوزن بالخطأ في مرماه. بهذه النتيجة ظل بايرن في صدارة جدول الترتيب ترتيب البوندسليغا بوصوله للنقطة 59، فيما حافظ ليفركوزن على تواجده بالمركز الثالث برصيد 45 نقطة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حققت تشيلسي فوزا كبيرا على مضيف بيرنلي بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 28 من الدوري. سجل أهداف تشيلسي كولمان، ريس جيمس، كاي هافرز وكريستيان بوليسيك، وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث وله لقاءان مؤجلا، فيما بقي رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر. واصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر، وذلك بعد تغلبه على ضيف ويست هام بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف ليفربول الوحيد ساديو ماني في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن السيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 45 نقطة في المركز الخامس. قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه ربما يمدد تعاقده مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2024 بشرط أن تتوفر لديه طاقة للقيام بالمهمة. وتولى كلوب تدريب ليفربول في عام 2015 وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية الأسبوع الماضي. انتهت الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى إلى ريهام ويسر، إليكم. شكرا لك يا آية. أطلقت الصين الصاروخ لونغ مارش 2C لنشر 7 أقمار صناعية ستستخدم بشكل أساسي في تكنولوجيا شبكات الإنترنت والاستشعار عن بعد. وأطلقت الصين بنجاح 22 قمرا صناعيا إلى الفضاء على صاروخ لونغ مارش، مسجلة رقما قياسيا محليا لمعظم المركبات الفضائية التي أطلقها صاروخ واحد. والآن نتابع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. مرة أخرى مع آية كفوري. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع
خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأحد مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأ من القاهرة العظمى 27 الصغرى 12، الإسكندرية 22 12، مطروح 20 13، بورسعيد 26 12، والإسماعيلية 30 12، نزل بعدها إلى السويس العظمى 30 الصغرى 12، العريش 30 13، طبعا 29 16، وشرم الشيخ 29 17، والغردقة 30 17. أيضا الأقصر سجلت العظمى 35 الصغرى 15، أسوان 36 16، الوادي الجديد 36 15، وشلاتين 32 16، وأخيرا حلايب سجلت العظمى 28 والصغرى 17. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن أترككم مشاهدين مع أبرز لقطة اليوم. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يتابع أعمال اللجنة الوزارية العليا لاستضافة كوب 27 ويوجه بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة بالمشروعات القومية. مجلس الوزراء يعلن تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكرانيين لدول الجوار الأوكراني والدولة تتحمل تكلفة الرحلات. أوكرانيا تعلن انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا الاثنين المقبل، وموسكو تتوعد بإجراءات قاسية ضد لندن بسبب العقوبات. انتهت نشرة الأخبار، ولكن التاسعة مستمرة مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا ياسر، ازيك يا ريهام، عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحلقة يا رب يخليكوا. ألف شكر ليكوا، شكرا لكل صناع التاسعة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.